السلام عليكم، معكم كابتن رامي بعيد. اليوم رح نتكلم عن مقهى إدمارك الصحي. شركة إدمارك الماليزية العالمية تتمتع بتوفير منتجات مشروبات حارة وباردة للناس الراغبين في تحسين صحتهم، تمتع بطعم رائع وفوائد صحية ممتازة جدا للمشروبات اليومية احنا بنشربها في يومي. اليوم رح نتكلم عن بعض المنتجات اللي الشركة بتوفرها. عندنا هون قهوة الجينسينج، عبارة عن قهوة صحية بدون كافيين مع نبتة الجينسينج المنشطة، بتقوي الأعصاب، بتزيد الأكسجين في الجسم، خالي من الكافيين، بتعطي مغذيات كثيرة جدا، فمن رائعة. في منها نوعين، في منها بسكر، في منها بدون سكر، طعمهم رائع جدا، بيجي زي هيك الساشيهات صغيرة. في عندنا كمان قهوة اللي هي 73، عبارة عن قهوة برضه قهوة صحية مع فطر الجانوديرما أو إيشي مشروم، هذا فطر يعتبر ملك المشروم، فيه فوائد كثيرة جدا برضه، بنزل كافيين بشكل كبير جدا، بنزل بيعطي طاقة، بيعطي أكسجين، الفطريات معروف إنها ما بتصنع غير لفة، بتاخذ الأكسجين، فخلال الفطر يعني مشبع بالأكسجين، بتعطي نسبة أكسجين عالية، موالي كثير جدا، بتطهر الجسم، ممتاز جدا، ممتاز كمان القدرة الجنسية لأنها بتشتغل كلها على الأعصاب، على زيادة الأكسجين في الجسم، بتعطي مغذيات، هاي طبعا بدون سكر بس طعمها برضو رائع. في عندنا قهوة الخميرة الحمراء، عبارة عن خميرة الأرز المحمر مع قهوة بنكهة القهوة، مفيدة جدا لأنه في الخميرة هاي بتساعد على تذويب الكوليسترول، ممتاز جدا للمعدة، بتهدي المعدة، بتهدي منيح لوجع المعدة، فيها الخميرة، بتعرف الخميرة برضو كويسة للمعدة، وكمان بتساعد على النوم، بتساعد بتذوب الكوليسترول، فبتنشط الدورة الدموية، بتنشط القلب، برضو خالي من الكافيين، طعمها رائع، ريحة رائعة جدا، تيجي الساشيهات زي هيك بنحط مع مي سخنة. اخر منتج عندنا رح نتكلم عنه اللي هو الهوت شوكليت او المشروب الشوكولاته الخاص فينا مع بروتين الكولاجين. الكولاجين هذا البروتين اللي هو موجود داخل جسمنا، اللي هو مسؤول عن شد البشره وشد الاربطه والمفاصل، فهو بقوي الاربطه والمفاصل، بشد البشره، الهالات تحت العينين بزيلها، بيعطي يعني بيعبي الوش والشفايف، النمش والحاجات هاي بتكون على الوش كمان بنقيها، بيساعد الجسم انه في الدقيق طبعا بيحسن الدوره الدمويه، بيحسن منظر عام للبشره للجلد، بقوي الاربطه والاوتار، لانه هذا كمان بيساعد تخفف الم المفاصل، فمنتج من اروع المنتجات. طبعا كل المنتجات خفيفه على المعده، طعمها رائع جدا، حتى المنتجات اللي بدون سكر، في هذا منه بسكر، في بدون سكر، هذا بس بدون سكر، فالمنتجات روعه. فاهلا فيكم في مقهى إدمارك، للطلب اذا بدكم تتواصلوا معي كابتن رامي، رقم موبايلي 00971555526487، تواصلوا معي كمان على صفحتي في الفيسبوك وبرضه عن طريق الفيديو هذا، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.